بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 32 من السلسلة التي أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة، سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة سأختم الحديث عن أمير خالد الهاشمي الجزائري، وهي ثالث حلقة عن هذا الأمير، وبإيجاز ثلاث حلقات، وإلا كان حقه أكبر من ذلك، لكن الوقت لا يسمح، الوقت العام للحلقات. الأمير طبعا هو الذي بدأ قضايا مهمة مثل حركة المساواة، حركة الإصلاح، دعم الجزائر الفتاة، حركة الجزائر الفتاة، حركة الشباب الجزائري، دعمها بشخصيته القوية، بمطالبه الرائعة، بأفكاره النيرة، بثقافته الإسلامية الواسعة، بلغته، بأدبه، بلغته البليغة في الفرنسية وبالعربية أيضا، وبصحة أفكاره الإسلامية. وكان هذا آنذاك أمرا مهما، يعني قليل من المثقفين المسلمين آنذاك من كانت ثقافته الإسلامية واعية وصحيحة، كما سيأتي التدليل على ذلك في شخصيته الآن إن شاء الله تعالى. فمواقفه رائعة وجميلة، ولذلك فرنسا حرمت عليه الرجوع إلى الجزائر إلى أن مات بعد أن نفته سنة 1936 ودفن في دمشق. فالقضية في الحقيقة مهمة، ومهمة جدا أن تتضح هذه الشخصيات وتظهر أعمالها بشكل جيد. كان هو قنطرة بين الضياع الذي شعر به الجزائريون بعد انتهاء مقاومتهم الجهادية والسيطرة الطاغية للمستعمرين في الجزائر، وبين الحركات القوية التي طالبت باستقلال الجزائر وانتهت بالاستقلال بعد ذلك. كان وقنطرة رائعة لوصول الشباب من تلك المرحلة إلى المرحلة الأخرى النهائية. ويعني كلام طويل حوله ذكرته في الحلقتين الماضيتين. يقول مهم في مقولاته التي حركت، يقول: لم يعمل استعمار شيئا لنا أو لأهلنا، فالجوع يقف على الأبواب، وليس لنا إلا أن نركب القطارات ونسلك الطرق والمحطات المخصصة لكبار المستوطنين. إنهم ينشئون لنا المدارس في الأكواخ، لكنهم يقتطعون في نفس الوقت أراضينا، يسلبون أولادنا، يغتصبون أموالنا، يعلموننا الخمر والميسر، يحملون إلينا جميع الأمراض والموبقات والرذائل التي يتصف بها رجال يدعون أنهم متحضرون. وعندما نمر بضواحي العاصمة، وعند المرور على بعض الدوائر بما فيها الداخلة في المزارع النموذجية، يعني يقارن بين مناطق فرنسية ومناطق العرب، نجزم ونقطع أن فرنسا لا وجود لها ولا أثر في الجزائر منذ 95 عاما، يعني منذ زمانه. فليس هناك مدارس ولا طرق ولا آبار ولا سدود ولا أطباء ولا بيطريون ولا مستشارون زراعيون. إن حقوق الأهالي مهدورة منسية، فكأن المسلم الجزائري لا يصلح أن يكون جنديا أو دافعا للضرائب الباهظة، ولو كلفه ذلك بيع آخر عنزة من مواشيه. كلام قوي وجميل. يقول في مقالة أخرى: الشعب غارق في الجهل والدين، ورجاله في محنة، والفقر مدقع، لا يمكن يتمنى المرء بعد هذا الظلم الغاشم إلا الموت. هل هناك جور أقسى من جور فرنسا؟ يعني هذا كلام خطير لشخص وصف بالولاء في عموم أعماله وأفكاره وحركاته لفرنسا. مع الوصف هذا العام له، وبينت وبررت هذا الوصف من قبل لا أعيد الآن، لكنه شخص يقول مثل هذا الكلام الخطير القوي. وهنا كلام في غاية الأهمية. يحذر أمير خالد الفرنسيين في الجزائر من التمادي في سياساتهم الاستخرابية، هو يسميها الاستعمارية، فيقول لهم: أيها الأوروبيون، إن كل الإجراءات التي تتخذونها ضد أولئك وهؤلاء لن تجدي نفعا، لأن الحوادث المقبلة ستكتسح كل هذا العبث والفساد، ولأن الأجل لذلك قد حل. ويقول في كلام عجيب، كأنه نظر إلى الغيب من ستار رقيق، قال: إن الفرنسيين القاطنين بالجزائر باتوا وهم ينتظرون بمرارة اليوم الذي سيرغمون فيه على شد أمتعتهم وحقائبهم للعودة إلى وطنهم الأم، فمستقبلهم غامض ومجهول، والأفق أمامهم ملبد بالغيوم والسحب، والعاصفة على وشك الرعد والقصف على رؤوسهم، وهم منذ الآن يتألمون من ذلك ويتحسرون عليه. وطبعا هذا
كلام خطير، لأنه فعلا هذا الذي حصل للمستوطنين بعد ذلك. منذ أن خرجت فرنسا تبعها المستوطنون فارين وتركوا كل أملاكهم وكل أراضيهم، مو أملاكهم وأراضيهم، والله كل أملاكنا وأراضينا التي اغتصبوها هم تركوها ولله الحمد. قال وحق لهم أن يشتكوا ويتألموا، فأي شيء عز عليهم وأي ألم أشد من مغادرة بلد كانوا يعيشون فيه عيشة الأمراء والأسياد في ثراء واسع بلا كد أو تعب، تخدمهم أقوام وأمم من العبيد دون أمل في الرجوع إلى ذلك الفردوس، يعني إذا خرجوا لا يأملون يرجعوا مرة أخرى. إني لأشفق على كربهم حقا وعلى عدم بثاق بصيص من نور في أفقهم، يستهزئ بهم طبعا. من التحذيرات المهمة يقول أيها اللبنانيون والسوريون والجزائريون والتونسيون والمغاربة، أي الشعوب التي تحت الاحتلال أو التخريب الفرنسي، إنكم عبيد، انظر كيف يثيرهم، عبيد خاضعون لنير بعض السماسرة والبرجوازيين الذين سوغوا لأنفسهم تدنيس أرض أوطانكم العزيزة. إن لكم في بعض معاقل الحرية في الخارج أصدقاء يقظين، أجل وقولي لكم هو عين الحق والصدق والأمانة، سننتقم جميعا. كلام خطير وقوي جدا. هنا يأتي كلام طويل، تفصيلات ما أدري، ما أظن مناسب من المناسب أن أذكرها، لأن تفصيلات طويلة نقد فيها بعض من ارتد عن دينه وأكل الخنزير ولبس البرنيطة يسميها، يعني تشبه تماما بالفرنسيين. له مواقف جميلة. كانت الفكرة الشائعة التي طالما روج لها الاستخراب العالمي في فرنسا فكرة صعبة، عبر عنها أحد الفرنسيين بقوله جماهير المسلمين لا تزال تعيش في غياهب الجهل وهي بعيدة كل البعد عن نور الحضارة الأوروبية، اللهم إنا لا نريد ذلك النور في جانبه الأخلاقي، في جانبه الفلسفي، في جانبه العقدي، في جانبه السلوكي، اللهم إنا لا نريده، لا نريده. فالمسلمون متخلفون جدا، منعزلون بأنفسهم بسبب تعصبهم الديني الذي لا ينسجم مع مطالبتهم بالحصول على حق التمثيل السياسي والاجتماعي على قدم المساواة مع الفرنسيين. طيب ثم يقول يطالب نواب باستقلال الجزائر باسم مبادئ ويلسون في الحين الذي تباع فيه نساؤهم رقيقا. أما مبادئ ويلسون فهو الرئيس الأمريكي الذي أصدر مرسوما بحرية الشعوب في تقرير مصيرها، أظن أصدره في 1919-1920 فيما أذكر. المهم الرئيس الأمريكي ويلسون أصدر هذا المرسوم، وكان أمير خالد يتكئ كثيرا على هذا المرسوم، بل أرسل رسالة لرئيس أمريكا ويلسون يطالبه فيها بتحقيق مطالبة الشعب الجزائري بحقه ومصيره. المهم قال يطالب نواب باستقلال الجزائر باسم مبادئ ويلسون في الحين الذي تباع فيه نساؤهم رقيقا. ايش يقصد هذا المنحوس ببيع نساء المسلمين رقيقا؟ يعني يريد المهر الذي يقدمه الرجل للمرأة يعده على انه مثل شراء المرأة، يعني كأنها رقيق. افكار منكوسة. يتصدى الامير خالد للرد بقوة وبعمق ثقافي رائع، يقول لقد افاد المسلمون اوروبا الى حد بعيد جدا بحضارتهم ومدنيتهم، واذا كانوا متأخرين الان فلان هذا سبب من فرنسا، ففقط من أصل 5 ملايين جزائري يدرس 30,000 فقط في المدارس. ويمكن طبعا تحدث بعد ذلك في كلام، ثم قال وأما ما قيل عن المرأة المسلمة بأن الصداق الذي يؤديه لها زوجها أي المهر إنما هو ثمن شرائها، ففي بلادكم أنتم أيها الأوروبيون تشتريكم نساؤكم، وفي أوروبا كلها تعقد زيجات المنفعة والمتعة، وفيها كلها لبس وإكراه. وكذلك يشاهد المرء اليوم في شوارع باريس فتيات يكاد عمرهن لا يتجاوز 12 سنة وهن يتعاطين البغاء جهرة. كلام قوي لكنه صحيح، ويرد فيه على هؤلاء الذين يستهزئون بالنظام الإسلامي الرائع في الزواج وصون المرأة وكرامة المرأة وحرية المرأة وعظم شأن المرأة في الإسلام. يعني المرأة في الإسلام شأن عظيم وجليل. أما يقول أما بالنسبة للربط بين التعليم والتمثيل، فالأمر المعروف
هو أن الاستعماريين الأوروبيين وأعوانهم فضلوا أناسا جهلة، وهذا رد قوي، عينوهم تعيينا في الانتخابات على المثقفين المسلمين المخلصين. يعني يريد ماذا؟ هناك بعض المسلمين الذين كانوا موالين طبعا لفرنسا، وكانوا يسيرون في ركابها تماما، وكانوا من أعوانها تماما، وهذا أمر نعرفه نحن ونعلمه يقينا، يعني من وضع هؤلاء في الجزائر. فكان المستخرب الفرنسي يأخذ هؤلاء الجهلة الذين كانوا يعني ليسوا مثقفين، لأن أمير خالد بالمناسبة كان مثقف من ثقافة عالية جدا، ثقافة فرنسية وثقافة عربية إسلامية وثقافة عسكرية وثقافة مدنية، مثقف بكل معنى كلمة هذه. فيقول أنكم أتيتم لجهلة من المسلمين، عينتمهم تعيينا على رقاب المثقفين المسلمين الصالحين للتمثيل، فكيف تقولون إذن إن المسلمين لم يصلوا إلى درجة تسمح لهم بالتمثيل النيابي؟ يعني ما زالوا جهلة، ما زالوا متخلفين. يعني هذا تناقض، وتناقض كبير. والشعب كان يريد انتخاب هؤلاء، أنتم منعتم الشعب وحلتم دونه ودون ذلك، واتهموا هؤلاء، يعني اتهمتم هؤلاء المثقفين بالوطنية المتعصبة، وقلتم هؤلاء وطنيون متعصبون متخلفون رجعيون، مجرد أنهم لهم مطالب تخالف ما يريده المستخرب الفرنسي وما يريده المستوطنون الفرنسيون والأوروبيون في الجزائر، واتهمتموهم بالنزوع إلى الاستقلال التام. هذه تهمة كان دائما يتهم بها الأمير خالد الهاشمي، أنه يريد من مطالبه هذه التي يسميها هو معتدلة، يعني هم يقولون هذا، يريد منها الوصول إلى الاستقلال التام للجزائر بعد ذلك. وكان الأمير دوما، وكان أعضاء حركة الجزائر الفتاة دوما ينفون عن أنفسهم هذه المطالب، كما قلت لكم أن مطالب خطيرة تؤدي إلى محاكمة المطالبين بها والقائلين بها، وتؤدي إلى سجنهم أو نفيهم أو أكثر من ذلك. فكانوا طبعا دوما ينفون عن أنفسهم هذه المطالب وهذه الصفة. والحال يقول إن الأوروبيين هم الذين يطالبون باستقلال الجزائر الذاتي، وهذه مرحلة خطيرة مرت على الجزائر، أن المستوطنين من الأوروبيين والفرنسيين وصلوا إلى درجة من القوة كانوا يطالبون فيها بالجزأرة، أي أن تكون لهم الجزائر خالصة، وأن فرنسا ما عاد لها حق في الجزائر. من يطالب بهذا ليس جزائريين، إنما المستوطنون الأوروبيون والفرنسيون، لأن عددهم زاد، وصل في تلك المرحلة أكثر من نصف مليون، وصارت مقاييد الأمور بيدهم من ناحية الثروة والثراء والأراضي، وصار الحاكم العام في الجزائر قلصت صلاحياته بقانون معين، أوصل جميع ربط جميع الإدارات في الجزائر بالوزارات الفرنسية، فصار تقريبا قليل الصلاحية. فوصل هؤلاء المستوطنون إلى قناعة بأنهم هم الأقوى، هم الأعظم في الجزائر، فلماذا يرتبطون أصلا بفرنسا؟ ثم أن هناك جنسيات أخرى مع الفرنسيين، مثل ألمان، مثل الهولنديين، مثل الإيطاليين، مثل الطليان، يعني مثل المالطيين، مثل إسبان، فما عدد الجزائر فقط فرنسية بل صارت أوروبية. إذن طالب المستوطنون هؤلاء في مدة من المدد بأن تكون الجزائر لهم ومفصلة عن فرنسا تماما، بل فرنسا ليس لها حق في الجزائر، وهذه من أخطر المطالبات التي طالب هؤلاء بها وعملوا عليها فعلا. مش فقط طالبوا، لم يطالبوا فقط، إنما عملوا على تحقيق ذلك. كيف؟ بمطالبات الحاكم العام في الجزائر بإرسال رسل إلى باريس ومطالبة الحكومة الفرنسية بذلك، لكن الحكومة الفرنسية طبعا كانت حازمة كل الحزم أمام هذه المطالب، لأن ما تريد أن تتخلى عن الجزائر على هذا الوجه. فيقول لهم أمير عبد القادر، الأمير خالد يقول لهم لسنا نحن مطالبين باستقلال الجزائر عن فرنسا، بل أنتم المطالبون، والحال أن الأوروبيين هم الذين يطالبون. الأوروبيين يعني الخليط الأوروبي الذي كان في الجزائر ما بين فرنسيين وألمان إلى آخره، بل والحال أن الأوروبيين هم الذين يطالبون باستقلال الجزائر الذاتي، ليتحكموا بالمواطنين المسلمين وليستأثروا بخيرات البلاد، بينما يكتفي النواب المسلمون والأمير خالد الهاشم منهم بالمطالبة بربط العمالات الجزائرية الثلاث إلى العمالات الفرنسية. العمالات الجزائرية الثلاث يعني عمالة وهران وعمالة الجزائر وعمالة قسنطينة إلى العمالات الفرنسية، وجعلها سواء بسواء معها في كل الشؤون. هذا يعني هذه مطالب، تختصر مطالب عبد الأمير خالد الهاشمي الجزائري. نرى أن مطالبه
أرى والله أعلم يعني أن مطالبه معتدلة جدا ومناسبة جدا للزمان الذي ظهر فيه 1915 إلى 1925 إلى أن نفي وأخرج تماما من الجزائر. مطالب معتدلة ومعتدلة جدا ومعقولة ومعقولة جدا ومناسبة للعصر الذي ظهر فيه، ليس فيها خنوع وممالأة وسير في ركاب فرنسا تماما كما كان فعل ذلك ما يسمى بالنخبة الجزائرية آنذاك. والنخبة الجزائرية تتمثل في شباب درسوا في فرنسا ودرسوا في الجزائر مدارس فرنسية وطالبوا بالاندماج التام في فرنسا وحصول جميع الجزائريين على الجنسية الفرنسية وإنهاء القضية الجزائرية تماما. هذه نخبة جزائرية تسمى، ما كان أمير خالد طبعا معهم ولا منهم إطلاقا، ويعني كان وسطا بين النخبة الجزائرية المطالبة بالإدماج التام وبين من طالب بعد ذلك باستقلال التام عن فرنسا، وسط، ووسط هذا مناسب في ظني. كان موقف عبد الأمير خالد في عزة أمام بعض الأحداث، مثل قرأ الأمير خالد وهو في منفاه بسوريا سنة 1934 مقالا مهينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه صحفي فرنسي. هذا المقال تعرض فيه الصحفي الفرنسي لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن، فوجه إليه الأمير برقية شديدة اللهجة يخبره أنه مسلم غيور على دينه وأنه من سلالة ذلك النبي العظيم، ويقول فيها أنه يترك له الخيار بين أمرين اثنين، إما الاعتراف علنا بذنبه أو المنازلة بالسلاح. فأجاب الصحفي وهو المسمى بيير ماريال الأمير برسالة اعتذار. طبعا لما شاهد الغضب الشديد اعتذر، أنه خاف على نفسه الصحفي هذا اعتذر. في الحقيقة مثل هذه المواقف التي رد فيها الأمير خالد على هؤلاء، ومثل هذه المواقف التي رد فيها أيضا على من يتهم الإسلام بالجمود والتخلف عن المرأة المسلمة بأنها تباع وتشرى، كان لمواقف لجده عبد القادر، ورث مواقف جدي عبد القادر، فإن عبد القادر الجزائري مجموعة من القصص وهو في فرنسا. نعلم أن عبد القادر في بداية منفاه كان في فرنسا لمدة 5 سنوات في لامبواز، في يسمونها إقامة إجبارية. نعلم أن الأمير عبد القادر آنذاك مجموعة من القصص اجتمعت به وسألته أسئلة كثيرة عن القرآن ولماذا يحفظه أطفال المسلمين، ففي حفظهم للقرآن جمود هكذا يقولون، ويقولون دعوة محمد اكتنفها الغموض من جميع جوانبها، ويعني يقولون أيضا أن القرآن الكريم يعني شبهات مشهورة عن التي تناولوها حول القرآن. رد الأمير عبد القادر ردا، نحن نعلم أن عبد القادر كان يجمع بين البطولة العسكرية وبين النبوغ الثقافي الإسلامي والمعرفة التامة بجوانب الشريعة الإسلامية والقراءة العميقة. كذلك حفيده الأمير خالد جمع بين النبوغ العسكري المتميز وبين الثقافة الإسلامية الواسعة. الأمير خالد في المؤتمر العربي الأول، المؤتمر العربي الأول طبعا هذه الحاقية لوضع الأمير خالد مع الشأن العربي. نحن نعلم كما قلت لكم أن الأمير خالد بسبب الموالاة العامة لفرنسا رفض أن يشترك في حركات عربية ذكرتها لكم، موقف يقوم به الأمير خالد بالنسبة لعصره ليس بالنسبة لعصرنا. قد بعض الناس يتهموا باتهامات عديدة قد تصل إلى الممالأة للفرنسيين وربما الخيانة، لكن حاشاه رحمة الله عليه، بل هو وطني مسلم صحيح الإسلام، وطني عميق الإيمان بالعروبة والوطنية وبالإسلام، ولا يمكن أن يتهم بهذه التهمة، مستحيل. لكن يعني رفض لأسباب رآه هو مناسبة ومهمة أن يذهب ويشارك في تلك الجمعيات العربية الثائرة على فرنسا آنذاك. هناك مؤتمر عربي عقد في باريس، والمؤتمر العربي الأول هذا أيضا شبهة أريد أن أبينها، بهدف مقاضاة الدولة العثمانية في حقوق العرب، ثم بعد ذلك قضية المشاركة في الثورة العربية الكبرى في 1916. كان أمير خالد دعي المشاركة متوقع أن يحضر لكن طبعا ما حضر. الأمير خالد هنا في الحقيقة كان له موقف من الدولة العثمانية في بلاد الشام،
وسبب أن الدولة العثمانية أعدمت بعض أفراد أسرته. وأنا أقول دائما ليست الدولة العثمانية بل هي جمعية الاتحاد والترقي الماسونية التي كان لها أثر كبير في عز السلطان عبد الحميد وتسلم مقاليد الأمور بعد ذلك في الدولة العثمانية إلى أن ظهرت حركة كمال أتاتورك وحارب أتاتورك طبعا يوم الاتحاد والترقي وأنهاها كما نعلم. هذه الجمعية الماسونية كان لها أثر كبير في بلاد الشام وبغضت الدولة العثمانية لقلوب وعقول كثير من الشاميين. وسبب أن عين الدولة العثمانية عينت جمال باشا السفاح وبطش بكثير من الوطنيين وأعدم كثير من الوطنيين وسجن كثير من الوطنيين منهم أقارب وأولاد عم لأمير خالد الهاشمي. فخالد الهاشمي مثل خير الدين زركلي مثل محمد كرد علي مثل كثير من المثقفين أنذاك كرهوا الدولة العثمانية وهم لم يكرهوا الدولة العثمانية في الحقيقة. الدولة العثمانية ما كانت حاضرة أنذاك إنما كرهوا جمعية الاتحاد والترقي الماسونية التي تولت مقاليد الأمور في الدولة العثمانية. هذا أمر لابد أن نفهمه. مدحت جمال باشا السفاح وما صنع في دمشق وبلاد الشام عموما لبنان ودمشق وعلق الوطنيين على المشانق. مدحت باشا وأنور باشا ومجموعة من هؤلاء الذين كانوا في الحقيقة وبانا على الدولة العثمانية. فالأمير كان موقف من الدولة إذن وكان يكره الدولة العثمانية في بلاد الشام. وما سنقول أنه كان يكره الدولة العثمانية كان يكره العثمانية وتاريخ أم المجيد. ما كان يكره العثمانية وتاريخ أم المجيد لكن يكره هذا التحكم البغيض لجمعية الاتحاد والترقي الماسونية في رقاب الشاميين خصوصا الذين ابتلوا بها في العقد الثاني من القرن العشرين يعني من في أواخر من 1914-15-16-17 إلى أن دخل الإنجليز والفرنسيون بلاد الشام والعراق وفلسطين. فالأمير ظهرت منه بعض الكتابات التي كان ينادي به بالتخلص من الظلم التركي. حتى نفهم ما هو الظلم التركي لا ليس المقصود به الدولة العثمانية إنما التسلط البغيض والكريه لجمعية الاتحاد والترقي الماسونية في بلاد الشام خاصة وفي سائر البلاد العربية كانت تحت الحكم العثماني بعد ذلك. والسياسة التتريك البغيضة التي نادت بها جمعية الاتحاد والترقي أيضا في البلاد العربية ومنع التدريس بالعربية في المدارس كانت قضية سيئة وليس هذا الوقت وقت شرحها وسردها. لكن أمير خالد بدرت منه كتابات في ضد الترك ومنها أيضا في مؤتمر العربي الأول الذي جرى في باريس سنة 1913. أحببت أن أوضح موقف الأمير خالد وأن ما أدافع إنما أذكر السبب الذي أدى به إلى ذكر شيء من العداء للأتراك آنذاك وأن هذا العداء ليس المقصود به العداء للدولة العثمانية وتاريخها المجيد إنما المقصود به ذكر أحوال الدولة تحت جمعية الاتحاد وترقي الماسونية. الأمور كانت غامضة ومتشابكة آنذاك ولم تكن أمور واضحة كتتضحية بعد ذلك وهذا كله أدى إلى تشوش بعض الأذهان عن الأمير خالد وكتابات الأمير خالد ومقالات الأمير خالد ومواقف الأمير خالد الذي أرجو أن أكون قد وضحتها بهذه الحلقات الثلاث إن شاء الله تعالى. هذا هو الأمير خالد الهاشمي سليل العز والشرف سليل الأسرة النبوية سليل الجهاد الذي قام به الأمير عبد القادر الجزائري جده سليل النخوة العربية الأصيلة والشهامة الإسلامية الرائعة المثقف عميق الثقافة الإسلامية القارئ النهم والقارئ الواعي الضابط العسكري الذي أثبت جدارة كبيرة في حروب فرنسا وأثبت فروسية وبطولة وشجاعة حتى استحق أوسمة كثيرة من فرنسا المنادي السياسي المنادي بحقوق أمته والإسلامية وحقوق شعبه الجزائري. لم في الحقيقة مطالباته لم تنحصر فقط شعب الجزائر بل كانت مطالبات لأهل المغرب وأهل تونس وأهل الجزائر وأهل الشام الكبير سوريا ولبنان وكل البلاد العربية والإسلامية والخلافة الإسلامية ومناداة بعودة الخلافة الإسلامية من جديد. كانت مناداته في الحقيقة منادات إسلامية شاملة عامة لا ترتبط بقطر دون قطر ولا بأرض دون أرض ولا ببلد دون بلد. أوجد يقظة
كبيرة في الوسط الجزائري، ونبه كثير من عقول الجزائرية للمطالبة بحقوقها بعد ضياع كامل وتام مدة 90 سنة تقريبا منذ أن دخلت فرنسا الجزائر. كان هناك مقاومات رائعة وأعمال رائعة لكن انتهت إلى لا شيء في النهاية، يعني على عمليا على واقع الأرض، وكانت مدة ضياع بعد عقبتها مدة ضياع. جاء الأمير خالد الهاشمي وأوجد نوعا من حراك العام في الجزائر والتفاف حول شخصه وحول جزائر الفتاة وحركة الشباب الجزائري، أوجد حركة كبيرة في الجزائر واستطاع أن يكون قنطرة بعد ذلك إلى الحركات الكبيرة التي ظهرت بعد ذلك، حزب الشعب الجزائري وجبهة التحرير الوطني الجزائرية وجيش التحرير الجزائري. أعمال خالد الهاشمي لا يمكن أن تنسى إن شاء الله تعالى، وهي في سجل الخالدين، وأحسب في النهاية تقويم عام له أن الرجل كان بطلا إسلاميا ما خرجت حركته عن حدود الإسلام، وكان مشدودا إلى مطالب بلاده وإلى مطالب البلاد الإسلامية، عاملا على تنفيذها، متدرجا في ذلك العمل ما وسع وتدرج، استطاع أن يستفيد من أحوال الجزائر آنذاك وأحوال العالم كله آنذاك، استطاع أن يتصل بويلسون رئيس أمريكا وأن يعرض قضيته في فرنسا وأن يعرض قضيته في كل مكان استطاع أن يصل إليه، استطاع أن يستفيد من كل الظروف تلك لينادي بمطالب الجزائر ومطالب عادلة وقويمة آنذاك. هذا ملخص لأعمال وحياة الأمير خالد الهاشمي، ألج منه بعد ذلك إلى ما كل الأحداث التي أعقبت ذلك إلى بداية الثورة الجزائرية والرائعة واستقلال الجزائر بعد ذلك، وكل ذلك سأتي عليه في حلقات مطولة إن شاء الله تعالى. أرجو من الله تعالى أن يبارك هذا العمل وأن ينشره في العالمين من أجل استفادة الأجيال به و تصحيح واقعها الحالي خاصة في الجزائر وعامة في العالم الإسلامي، وإنارة الدروب لمستقبل زاهر قادم نتمتع فيه جميعا إن شاء الله برفع راية الإسلام عالية وتحكيم الشريعة وسيادة المسلمين من جديد. أسأل الله تعالى أن يحقق ذلك وأن يجعلنا من المشاركين فيه، وإلى اللقاء إخواني وأخواتي في الحلقة القادمة، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.